بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم. موالي لا أحصي ثناءكم، ولا أبلغ من المدح كنهكم، ومن الوصف قدركم. مساكم الله بالخير أعزائي مشاهدي قناة فدك المباركة، وتقبل الله إن شاء الله صيامكم وقيامكم وركوعكم وسجودكم، وإن شاء الله إفطارا هنيئا وصلاة مقبولة بحق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يسعدني أن ألتقي بكم مجددا في برنامج الليالي الرمضانية، ونستضيف سماحة الشيخ ياسر الحبيب الذي سيطرح إن شاء الله ورقة بحث، وبعد ورقة البحث التي سوف يطرحها سماحة الشيخ نستقبل اتصالات الإخوان من استفسارات وأسئلة. فنبدأ إن شاء الله بالسلام على شيخنا الجليل الشيخ ياسر الحبيب. مساك الله بالخير سماحة الشيخ. وعليكم السلام، مساكم الله بالخيرات وتقبل الله طاعاتكم إن شاء الله. تقبل الله أعمالكم إن شاء الله. سماحة الشيخ تفضل إن شاء الله بورقة البحث، وبعدها نتلقى الأسئلة على الأرقام الموجودة على الشاشة إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. بادئ ذي بدء، أرجو منك أخي الكريم عبد الله أن تنبه جميع الإخوة المشاهدين الذين يرافقوننا في هذه الليالي الرمضانية المباركة، أن تنبههم إلى أننا بالأمس قد طرحنا مثالا واضحا لتحريف واضح قام به ذلك الرجل الكذاب الذي يسمى عند أهل الخلاف بالإمام البخاري. ونحن نمضي إن شاء الله تعالى في ذكر كثير من تلك التحريفات والتلاعبات بالنصوص والأحاديث الشريفة، وهذه التحريفات والتلاعبات لا تصدر إلا من طائفة مهزوزة فاقدة للثقة في نفسها، وإلا لما اضطرت لأن تقوم بمثل هذا. إنهم إنما يتلاعبون بهذه الأحاديث ويبترون منها ما شاءوا، ويحرفون فيها ما شاءوا، إنما يقومون بذلك ليقينهم أنهم على باطل، وأن بقاء هذه الحقائق في كتب الحديث وكتب التاريخ وكتب التراث
بقاؤها سيؤدي إلى أن تكتشف هذه الأمة المخدوعة الحقيقة، فتوالي محمدا وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، وتبرأ إلى الله من أعدائهم لعنة الله عليهم أجمعين. أرجو منك أن توجه هذا السؤال لكل من يشاهدنا ويسمعنا، أنه لماذا يقوم البخاري بمثل هذا؟ ما هو الداعي لأن يتلاعب في الأحاديث التي أخرجها في صحيحه إلا أن يكون عالما بأن بقاء هذه الأحاديث على نصها الأصلي سيكون مهددا لعقائد طائفته؟ فليجيبوا على هذا السؤال وليقبلوا هذا التحدي لا أقل، حتى يظهر أمام الجمهور أنهم لا يفرون من مواجهتنا إياهم بمثل هذه الحقائق. ذكرنا بالأمس ذلك الحديث الذي يرتبط بمحور البراءة، ذلك الحديث الذي فيه شهادة الطاغية عمر بن الخطاب على نفسه وعلى صاحبه أبي بكر بن أبي قحافة الطاغية الأول، شهادته على نفسه وعلى صاحبه بأن أمير المؤمنين ومولى الموحدين علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما والعباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله كانا يريان كلا من أبي بكر وعمر كاذبين آثمين غادرين خائنين. البخاري أخرج هذا الحديث الذي أخرجه مسلم بألفاظه الأصلية، إلا أن البخاري وضع مكان هذه الكلمات الأربع كذا وكذا. اليوم ننتقل إلى تحريف آخر ومثال آخر، هو مما أخرجه البخاري أيضا في صحيحه، لكن هذا المثال لا يرتبط بمحور البراءة هذه المرة، وإنما يرتبط بمحور الولاية. إنه حديث من جملة الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي تدل بشكل قاطع لا ريب فيه ولا شك على أن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما هو الإمام الشرعي والخليفة الشرعي والولي على كل مسلم ومسلمة بعد النبي صلى الله عليه وآله بلا فصل، وبهذا تبطل إمامة أبي بكر وعمر وعثمان إذ تقدموا على هذا الذي نطق رسول الله صلى الله عليه وآله بتعيينه وليا لعهده من بعده. هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا، لكن مقصر البخاري طاله كما طال سواه من الأحاديث. بتر البخاري من الحديث ما يؤكد على إمامة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حتى يحفظ إمامة أبي بكر وعمر وعثمان، تلك الإمامة غير الشرعية. كعادة البخاري في التدليس
والبتر والتحريف والتلاعب والتغيير والتصرف في الأحاديث الشريفة. الحديث تجدونه في صحيح البخاري في كتاب المغازي، ورقم الحديث 4350، والحديث هو عن بريدة الأسلمي رضوان الله تعالى عليه. سبق وذكرنا في بعض محاضراتنا السابقة أن هذا الرجل، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، كان ناصبا مبغضا لأمير المؤمنين عليه السلام، لكنه بسبب هذا الذي جرى، بسبب هذا الحديث، تاب وأعلن أمام النبي صلى الله عليه وآله عن موالاته لولي عهده الشرعي الإمام أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه، وعاد وجدد بيعته للنبي على الإسلام، إذ اعتبر نفسه لم يكن مسلما من ذي قبل، لأنه كان يبغض عليا صلوات الله عليه. وقضية الحديث هذه أو قصته أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أرسل أمير المؤمنين عليا صلوات الله عليه، وكذا اللعين الخائن خالد بن الوليد لعنة الله عليه، أرسلهما إلى اليمن في سرية من السرايا، وقال النبي صلى الله عليه وآله: الأمير علي إن اجتمعتما. فالذي حصل أنه في تلك السرية أصاب أمير المؤمنين عليه السلام جارية، فاغتاظ خالد وكوك، كما نقول الآن في الدارجة، كوك بريدة هذا، أي شحنه غيظا على علي عليه السلام أنه كيف قد سبق وأصاب هذه الجارية، مع أن ذلك حقه من الخمس. ويؤكد النبي صلى الله عليه وآله في هذا الحديث وفي قضية هذا الحديث أن علي عليه السلام له أكثر من ذلك. فجاء بريدة إلى المدينة وأراد أن يؤلب النبي صلى الله عليه وآله على أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قد فعل هذا، وإذا بالنبي يجيبه ناهرا إياه عن أن يبغض عليا صلوات الله عليه، ومؤكدا أنه ولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي، فيعرف بريدة أنه قد أخطأ وارتكب إثما، ويعود فيجدد البيعة للإسلام، ومن ثم يغدو رجلا شيعيا مواليا للإمام الشرعي من بعد النبي صلى الله عليه وآله. الحديث كما قلنا أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المغازي برقم 4350، عن بريدة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا إلى خالد ليقبض الخمس، وكنت أبغض عليا وقد اغتسل، أي أن أمير المؤمنين بعدما قبض الخمس أصاب جارية من تلك السبايا
وثم اغتسل بعد إصابته إياها. فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا؟ فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وآله ذكرت ذلك له، فقال: يا بريدة، أتبغض عليا؟ فقلت: نعم. قال: لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك. إلى هنا ينتهي حديث البخاري، ولكن هل يا ترى أن الحديث الأصلي ينتهي إلى هاهنا؟ وأن الحديث الأصلي هل يقتصر على هذه العبارة؟ أن النبي صلى الله عليه وآله يوجه كلامه لبريدة قائلا: لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك؟ كلا، الحديث لا يقتصر على هذا، الحديث فيه عبارات أخرى له تتمة، ولكن البخاري اقتطعها تزويرا وتحريفا. ارجعوا إلى ما رواه الطبراني في معجمه الأوسط، ورقم الحديث 6081. نقل الحديث الأصلي بلا تلاعب ولا تحريف. يروي عن بريدة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا أميرا على اليمن، وبعث خالد بن الوليد على الجبل، فقال: إن اجتمعتما فعلي على الناس، فالتقوا وأصابوا من الغنائم ما لم يصيبوا مثله، وأخذ علي جارية من الخمس، كما كان النبي صلى الله عليه وآله يأخذ كذلك الجواري من الخمس. فدعا خالد بن الوليد بريدة فقال: اغتنمها، أي اغتنم هذا الذي فعله علي، واذهب إلى النبي وحرضه عليه، اغتنمها فأخبر النبي بما صنع. فقدمت المدينة ودخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله في منزله، وناس من أصحابه على بابه، فقالوا: ما الخبر يا بريدة؟ فقلت: خير، فتح الله على المسلمين. فقالوا: ما أقدمك؟ قال: جارية أخذها علي من الخمس، فجئت لأخبر النبي صلى الله عليه وآله. قالوا: فأخبره فإنه يسقطه من عين رسول الله. بلغ النبي حتى تسقط عليا. ورسول الله صلى الله عليه وآله يسمع الكلام، كان يسمع ذلك من حجرته الشريفة على ما يبدو، فخرج مغضبا، خرج وهو غاضب. لاحظوا أن البخاري حذف هذا المقطع كذلك، لم يبين الحالة التي كانت على النبي وأنه خرج مغضبا، هذا لم يبينه، قطع هذا المقطع من الرواية. فخرج مغضبا وقال: ما بال أقوام ينتقصون عليا؟ من ينتقص عليا فقد تنقصني، ومن فارق عليا فقد فارقني، إن عليا مني وأنا منه، خلق من طينتي وخلقت من طينة إبراهيم، وأنا أفضل من إبراهيم صلوات الله عليه، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. وذلك يا بريدة، أما علمت أن لعلي أكثر من الجارية التي أخذ؟ وإنه وليكم من بعدي. هنا محل الشاهد، وإنه وليكم
من بعدي مباشرة. علي هو الولي، هو الإمام، هو الخليفة الشرعي، هو من أسلمكم له، هو المؤتمن عليكم وعلى هذه الأمة وعلى هذه الرسالة السماوية العظيمة، وإنه وليكم من بعدي. هذا هو ما اقتطعه البخاري، هذا هو ما شطبه من الحديث. فقلت، والكلام لبريدة بعدما سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وآله يقول: فقلت يا رسول الله بالصحبة، أي أقسم عليك بصحبتي إياك، ألا بسطت يدك حتى أبايعك على الإسلام جديدا؟ يقول: ما أعتبر نفسي كنت مسلما قبل ذلك، لما ما أعرف أن عليا هو الولي لست بمسلم. بالصحبة ألا بسطت يدك حتى أبايعك على الإسلام جديدا؟ قال أي بريدة: فما فارقته، أي ما فارقت النبي صلى الله عليه وآله حتى بايعته على الإسلام. هذا حديث من أحاديث شتى فيها هذا اللفظ: وإنه وليكم من بعدي. نفس الحديث المتعلق بنفس الواقعة المروية عن بريدة، كل تلك الأحاديث تجدها تؤكد على هذا المعنى. راجع ما أخرجه الحاكم في المستدرك، واللفظ هناك: ما تريدون من علي؟ إن عليا مني وأنا منه وولي كل مؤمن بعدي وولي كل مؤمن. هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله. ارجع إلى سنن النسائي وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله يقول: يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. هذا ليس في يوم الغدير، النبي كرر هذه العبارة أكثر من مرة، قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. من بين المرات التي كرر فيها النبي هذه العبارة كانت هذه الواقعة، هذه الحادثة، ما جرى بين النبي وبين بريدة حين جاء بريدة بتحريض من خالد بن الوليد ليشكو عليا عليه السلام في شأن تلك الجارية. فهذه الأحاديث لما يطالعها الإنسان الحر المنصف المسلم الذي يحترم دينه وذاته وضميره وعقله يقول: هذه الأحاديث تؤكد على أن عليا هو الولي، هو من بعد النبي، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، لأن النبي لم يقيد لم يخصص، قال: ولي كل مؤمن بعدي، وكما أنا أولى بكم من أنفسكم، أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كذلك علي. بنى هذه النتيجة على تلك المقدمة. السؤال هنا: أيها البخاري الكذاب المدلس المحرف، أسأل الله تعالى أن يضاعف في هذه الساعة عذابك في جهنم، ما شأنك وشأن علي حتى تحذف هذا المقطع من الرواية وتخرج الحديث هكذا مبتورا وقد اقتطعت منه دليلا واضحا على إمامة أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه؟ يا أهل الخلاف، يا شباب أهل الخلاف، لا يجدر بكم أن تحترموا أمثال هؤلاء الذين ما كانوا يحترمون الأمانة العلمية لما يخرجون لكم الأحاديث. هؤلاء أعظمكم
في عيونكم، لكن الواقع أنهم كانوا سفلة يتلاعبون بالأحاديث، خدعوكم طوال 1400 عام. وهذا دليل واضح أمامكم، وما طرحناه بالأمس دليل واضح آخر. وإلا فليجب أحدكم أنه لماذا صنع البخاري هذا إلا أن يكون تعصبا مذهبيا؟ والمذهب الذي يلجأ أصحابه إلى التحريف والتزوير والبتر والاقتطاع والتصرف والتغيير والتلاعب هو مذهب ساقط، هو مذهب يدل بذلك على نفسه أنه مذهب ضلال وبطلان. تعالوا إلى عقيدة آل محمد صلوات الله عليهم، تعالوا إلى طريق آل أحمد صلوات الله عليهم، لا تجدون بين علمائهم، بين علماء هذه المدرسة، في كتب هذه المدرسة، لا تجدون مثل ذلك، لأننا واثقون من ديننا ومن مذهبنا وأننا على حق، والذي يكون على حق يكون كالجبل لا تؤثر فيه العواصف، فكيف بالرياح العابرة؟ ها هنا اتهام نوجهه بصراحة إلى البخاري، والذي يعظم هذا الرجل ويجد مبررا له فليتقدم وليدافع. تفضل. بارك الله فيك على هذه على هذا الطرح الجميل. ومن هنا من قناة فدك المباركة نوجه التحدي ونوجه هذه الرسالة إلى أولا إلى علماء البكرية عموما للرد وللدفاع عن سيدهم وعن بخاريهم الذي سوف نفضحه خلال هذا الشهر المبارك، ونفضح كل أكاذيبة. والرسالة الأخرى إلى البكريون أو إلى البكريين الذين ينظرون ويشاهدون هذا البرنامج بأم أعينهم ويرون أن علماءهم ليس لديهم رد على هذا الطرح، أي أن علماءهم يعترفون أن بخاريهم كذاب. يا أعزائنا البكريون المخدوعون بهؤلاء العلماء وبهذا البخاري، نرجو منكم أن تفتحوا عقولكم وتشاهدوا الحقيقة وتسمعوا هذا الطرح وتراجعوا حساباتكم إن شاء الله، وسوف تجدون الحقيقة. سماحة الشيخ، أنا بالبداية أبي أسألك سؤال من خلال متابعتك إلى هذا الاقتطاع والتحريف في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله. هذا الاقتطاع يحدث على مر العصور، بمعنى أن هناك اقتطاع منذ قديم الزمان وهناك اقتطاع حالي في هذا الوقت، فهذا ديدن البكريون أنهم على مر العصور يقتطعون أحاديث من البخاري، فمتى بدأ هذا الاقتطاع وتصحيح الأحاديث التي يرون فيها منقص لهم؟ بس سماحة الشيخ ممكن أن نتجاوب على هذا السؤال بعد ما ناخذ اتصال من الأخ، لأن في إخوان ناطريننا على الهاتف، بس ناخذ اتصالاتهم وتجاوبني على هذا السؤال بارك الله فيك. ناخذ اتصال من الأخ إن شاء الله. علي من كاردف، السلام عليكم. السلام عليكم، ورمضان مبارك إن شاء الله عليكم وعلى الشيخ ياسر الحبيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم وتقبل الله أعمالكم أخي علي. تفضل معاك، تفضل أخ علي. معاي الأخ علي؟
السلام عليكم أخ علي، الظاهر عنده خلل في الاتصال أو يمكن ما يسمعنا عدل. خلوا الأخ علي ممكن يتصل مرة أخرى. خلنا نأخذ مكالمة من الكويت من الأخ حيدر أبو حسن، إذا تقدرون تحولون الأخ حيدر أبو حسن، والأخ علي إن شاء الله يتصل علينا مرة أخرى إن شاء الله ونستقبل مكالمته. الأخ حيدر السلام عليكم. السلام عليكم أخ حيدر، معاي على الخط إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا أخ حيدر، حياك الله. الله يعطيكم العافية على البرنامج. الله يعافيك. الله يبارك بكم. أنا بس كان عندي مداخلة، جزاكم الله خير والله يجزي خير سماحة الشيخ على البرنامج، ولكن كان عندي مداخلة إن شاء الله لا تفهم كلامي غلط. نعم مو نعم تفضل تفضل. يعني ربما الطرف المقابل ما يقبل من عندنا الكلام. نعم نعم كمل مداخلتك اخوي حيدر. بس هذا بس تقول انه سماحه الشيخ انه مثلا عندما يتكلم عن البخاري او غير البخاري. نعم. مثلا يتكلم لا يقول انه هؤلاء في في تقطيع اخواني. هذا كان رايه ونحن راينا هكذا. نعم. نعم نعم. بس هذا بارك الله فيك. بارك الله فيك حبيبي. حياك الله. الأخ حيدر ناخذ رجع الاتصال من الأخ علي من كاردف. حولوا لي الله يخليكم أخوان. نعم السلام عليكم أخ علي، معانا على الخط. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. نرجع الكلام نفع، احنا نشوف الدنيا تقوم ولا قعدت على الشيخ ياسر الحبيب. نعم. يعني نريد احنا نعرف اهل هو هنا ما الله يعني ما شلون امثلها، يعني هسه هنا ما حد قام على مود الرسول من شوه سمعة الرسول ومن شوه سمعة القرآن ومن كتبوا آيات قرآن شيطانية. ما سمعنا ردود من الوهابية، بس الشيخ تكلم بحق عائشة. لو سمحت شوي أخ علي، أخوان شوي خفضوا على الصوت شوي. قامت الدنيا ولن تقعد يا أخي، بس تريد نفتهم بس فهمني. نعم. يعني ما أعرف شلون، يعني ما أدري، يعني إحنا هسه هنا أهل صارت عائشة وعثمان وعمر وأبو بكر هم أفضل من الرسول وكتاب الله. تقيم الدنيا على شيخ ياسر ولا تقوم الدنيا على سلمان رشدي ولا على القديس الامريكي ولا على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما اعرف، يعني اهلهم افضل، عائشه صارت افضل من الرسول وافضل من القران؟ نعم. واليوم انا اقول لك اذا انت هسه الان هسه استغفر الله ربي، اليوم اللي يكفر اكفر بالله ولا تكفر بعائشه. نعم نعم. اكفر 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 بالخلقك ولا تجيب طار عمر. عندهم عمر اولى من كل شيء، وانا ما هذا بعد. شكرا لك. احسنت 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 بارك الله فيك. وناخذ اتصال من الاخ محمد من المانيا. السلام عليكم. السلام عليكم الاخ محمد من المانيا. اخواني السلام عليكم، تفضل اخوي محمد. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله، وتقبل الله اعمالكم ان شاء الله. تقبل الله منا ومنكم اجمعين، لا سيما من شيخنا العزيز. بارك الله فيك. وعليكم السلام. شيخنا العزيز، لدي سؤال حول شيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه. نعم. وهو في كتابه من لا يحضره الفقيه في مجلد الاول. نعم. يذكر عندما يذكر الأذان والإقامة فيقول وينسب القول بأشهد أن علي ولي الله، يعني أعني الشهادة الثالثة. نعم. إلى الغلاة والمفوضة. نعم. وفي نفس المجلد هناك كلام حول عدم سهو النبي، فيقول نعم. هذه عدم سهو، الذين يقولون بعدم سهو النبي هؤلاء أيضا
المفوضة والغلاة. نعم. وهو يتحدى أن يكتب كتابا في إثبات سهو النبي ويتقرب إلى الله بكتابة هذا الكتاب، وطبعا لم يوفق أن يكتب هذا الكتاب. فأريد أن أسمع تعليق الشيخ حول هذا الكلام شيخنا الصدوق. نعم. خاصة هناك أخوة من الشيعة الذين يقولون هذا هو شيخنا الصدوق، وإذا فضل الله البتري مثلا إذا يقول قولا فهذا عندنا نفس الكلام في القدماء وهو شيخنا الصدوق. نعم. فماذا تعليق الشيخ بحول هذا الكلام، وخصوصا بأنه يقول بسهو النبي؟ إن شاء الله. ونشكركم شكر الجزيل إن شاء الله. ونسألكم الدعاء. بارك الله فيك، أنت أهل الدعاء إن شاء الله أخوي محمد. وناخذ اتصال من الأخ محمد حمود من لبنان. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. أخو محمد السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل أخ عبد الله. حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم شهر رمضان، إلك والأخ وشيخنا ياسر الحبيب. أسعد الله أيامكم إن شاء الله. نتمنى ربنا يعيده عليكم بالصحة والعافية. الله يخليك إن شاء الله. ممكن يا أخ عبد الله اسأل الشيخ ياسر سؤالين ثلاثة بس خارج البرنامج؟ نعم تفضل. طيب، السؤال الأول للشيخ. نعم. عندما وافته المنية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، لماذا كان معه عمر وأبو بكر وعائشة أو الملعونين الثلاثة؟ نعم. ولم يكن معه أمير المؤمنين عليه السلام في هذه المحنة. نعم. وعندما جاء الطاغية عمر إلى بيت سيدتي ومولاة الزهراء عليه السلام، نعم، أين كان سيدي أمير المؤمنين، ولماذا لم يشهر سيفه يقتلهم أو يقتلوه في هذه الوقت؟ نعم. ولماذا عندما استشهد رسول الله صلى عليه أبو بكر هذا الملعون أبو بكر ولم يصلي عليه أمير المؤمنين عليه السلام؟ أو ثلاث أسئلة بس، بدي الشيخ يجاوبني علينا ما المعروف. إن شاء الله. بارك الله فيك، كل عام وأنت بخير، وسعد الله أيامكم، ومشكور على هذا. أعاده الله عليكم بالصحة والعافية، والله يطول بعمر شيخنا ياسر الحبيب. الله يخليك إن شاء الله. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ناخذ اتصال من الأخ عبد الله من البحرين. جزاكم الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير. السلام عليكم، حياك الله اخوي عبد الله. شحوال عبد الله. الله يخليك، الله يحفظكم ان شاء الله. مبارك عليكم شهر رمضان. علينا وعليك، اسعد الله ايامكم ان شاء الله وتقبل الله اعمالكم ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. طبعا تباركين اخوي عبد الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام اخوي عبد الله. في تاخير 5 ثواني على ما يسمع سماحه الشيخ السؤال، فاذا عندك سؤال بارك الله فيك. واحنا نشكرك اخ عبد الله، طبعا هذا الاخ عبد الله هو وكيل جمع التبرعات في البحرين، نشكره على اتصاله وعلى وجوده معنا. اللهم صل على محمد وال محمد. حياك الله اخوي عبد الله. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وال محمد واخر تابع له على ذلك. اللهم لعن عمر وضابك وعثمان وعائشة لعن آدم وثمود إن شاء إلى قيام يوم الدين. وأنا أدعو المؤمنين والمؤمنات من البحرين ومن كافة أنحاء العالم بالتبرع إلى قناة فدا. انصروا الحق، انصروا إن شاء الله. بارك الله فيك يا عبد الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا، لتكونوا من المحيين أمر آل محمد. انصروا الحق، انصروا إن شاء الله، وساهموا في التبرع إلى قناة فدا إلى نصرة الحق.
وجزا الله للمؤمنين والمؤمنات الخير ان شاء الله. احسنت اخوي عبد الله، مشكور على هذا المجهود. الله يعودكم وموفقين حبيبي. بارك الله فيك، والله يعيد عليك شهر رمضان بكل صحه وعافيه ان شاء الله. ناخذ اتصال من الاخ حسام من البحرين. السلام عليكم. السلام عليكم. الاخ حسام موجود؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الظاهر انقطع الاتصال مع الاخ حسام من البحرين. سماحة الشيخ، ممكن بالبداية تجاوب على السؤال اللي طرحناه عليكم في البداية عن التسلسل الزمني لحوادث؟ نعم تفضلوا. نعم، التسلسل الزمني لحوادث القطع والبتر في احاديث النبي على مر العصور ومر الأزمنة. هذا كلام يطول البحث فيه، ولكن يمكن لمن شاء أن يقف على بعض تفصيلات هذا المسار التاريخي التزويري والتحريفي، أن يرجع إلى سلسلة محاضراتنا التي هي بعنوان كيف زيف الإسلام. لقد بينا أن مسيرة التلاعب والتحريف أو هذا الخط الانحرافي الذي أراد أن يكتم الحقائق المرتبطة بوصية النبي صلى الله عليه وآله، هذا الخط بدأ منذ يوم السقيفة المشؤوم، منذ ذلك الانقلاب المشؤوم الذي وقع في سقيفة بني ساعدة، والذي جاء بالطاغية الأول أبي بكر بن أبي قحافة حاكما على المسلمين. منذ ذلك التاريخ مرورا بالحقبة الزمنية التي أطلق فيها لسان عائشة، حيث كانت من أكبر المحرفات لتاريخ النبي صلى الله عليه وآله ولأحاديثه ولسيرته العطرة الوضاءة، مرورا بأعوان بني أمية والقصاصين والكتبة والرواة، وانتهاء إلى مثل الألباني وابن باز وبعض شيوخ الأزهر ومن أشبه في عصرنا الحالي. إنه تاريخ من التزوير، من التحريف، من البتر للحقائق، من التلاعب والتصرف في الأحاديث، وهذا نموذج قديم طرحناه للبخاري بالأمس وباليوم في حديث يتعلق بالبراءة وحديث آخر يتعلق بالولاية، وإن شاء الله في الأيام المقبلة سنعرض مزيدا من هذه المفاجآت وهذه التحريفات الواضحة، ومنها ما هو معاصر. هذه الألاعيب سنكشفها إن شاء الله تعالى إن أبقانا الله عز وجل. أطرح لكم مثالا فقط أو كمجرد معلومة حتى يترقبها الإخوة المؤمنين. اليوم نسمع عن مسلسل هابط سخيف سبق وتعرضنا له في إحدى جلسات البث المباشر على ما أذكر، والذي جسد فيه الإمامان السبطان الحسن والحسين صلوات الله عليهما وأرواحنا فداهما. ومن المعلوم أن هذا المسلسل السخيف هو محاولة فاشلة لإيقاف المد الشيعي. تتبعنا نحن ما ينبني عليه هذا المسلسل، يعني هذا المسلسل أصحابه زعموا أنهم يريدون أن يقدموا التاريخ الصحيح والذي يثبتون به على ما يزعمون، يثبتون العلاقة الطيبة والحميمية التي كانت تربط بين من يسمونهم الصحابة وبين أهل بيت النبي
صلوات الله عليهم. ويزعمون كذلك أن هذا التاريخ الصحيح الذي يجسده هذا المسلسل سيبين أن التشيع كان منشأه يهوديا من رجل أسطورة اسمه عبد الله بن سبأ. ثم يقولون إن هذا الرجل وجماعته هم الذين زرعوا الفتنة وأوقعوها بين الطائفتين، بين من يسمونهم صحابة وبين أئمة أهل البيت وأشياعهم صلوات الله عليهم. حينما سمعت أنا بهذا الكلام وسمعتهم يقولون، أو قرأت بالأحرى أنهم يقولون سنعرض التاريخ الصحيح، في نفسي ضحكت واستهزأت. أيأتينا تاريخ صحيح من طائفة اعتادت على الكذب طوال 1400 سنة؟ كان عظماؤهم وأسلافهم كالبخاري وغير البخاري كذابين، أفيأتي هؤلاء اليوم ويكونون صادقين؟ هذا أمر لا يعقل. مع ذا حاولت أن أفهم أنه هذا المسلسل من الذي كتبه، من الذي وضع هذا التاريخ الصحيح أو استنبط هذا التاريخ الصحيح على ما يزعمون. فقرأت أن هذا المسلسل يعتمد على كتاب اسمه صحيح تاريخ الطبري، صحيح وضعيف تاريخ الطبري، أن لجنة أو جماعة من محققيهم على ما يزعمون أخذوا تاريخ الطبري وغربلوه حتى يميزوا الصحيح فيه من السقيم. فأخذت هذا الكتاب ونظرت فيه وكادت القهقهة تصيبني من التحريفات والتلاعبات والضحك على الذقون في تصحيح وتضعيف الأحاديث. وأعدكم إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية أن آتي بنماذج من هذا الكتاب الذي هو أساس ذلك المسلسل وأبين لكم كذبهم وتدليسهم وتحريفهم ومزاجيتهم وعدم اعتمادهم للمناهج العلمية حتى عندهم، للأصول العلمية عندهم، أصول الحديث عندهم، أنهم اعتمدوا القضية مزاجية فقط حتى يلمعوا صورة عائشة ويلمعوا صورة الطاغية عثمان ويلمعوا صورة معاوية ويلمعوا صورة يزيد. وإلا على حسب الأصول العلمية هنالك أحاديث ضعفوها وهي صحيحة، فلا أدري أهي حماقة منهم حتى بأصول مذهبهم وبعلومهم أم أن القضية وراءها ما وراءها. والعكس بالعكس، أحاديث صحيحة أو أحاديث هي ضعيفة صححوها لمجرد أنها تلمع تلك الصور البشعة لتلك الشخصيات الخائنة الإجرامية الآثمة. هذا أعدكم إن شاء الله تعالى أن أطرحه في الأيام المقبلة إن أبقانا الله تعالى وأحيانا، فإذا ما استطعنا أن ننسف الأساس الذي يعتمد عليه هذا المسلسل فإن هذا المسلسل تلقائيا ينهار ويتساقط وتبان عورته وفضيحة أصحابه أمام قومهم أمام أبنائهم. لقد قلناها أكثر من مرة، ليس هنالك شيء اليوم يقف أمام المد الشيعي، هي قضية سنوات سنوات، صدقوني سنوات. ويعود الشيعة أكثرية هذه الأمة، الثورة الشيعية العظيمة قادمة قادمة. كل حر اليوم، كل مثقف اليوم لن يقتنع بعد هذا بهذا الدين المتناقض السخيف المتهافت الذي يسمى الدين البكري، سيعود إلى الإسلام الحق
عاجلا أم آجلا، انتظرونا خلال سنوات فقط. سمحت شيخ، وإن شاء الله الله يبشرك بالخير، وننتظر إن شاء الله، وانتظروا معنا. ناخذ اتصال من الأخ همام الرافضي، وحيا الله كل الرفضة إن شاء الله الرافضية بعد. السلام عليكم أخ همام. السلام عليكم. أسعد الله أيامكم ورحمة الله وبركاته، وسلامي إلى الشيخ العزيز. كل عام ما عندي سؤالي للشيخ، ما أدري اسمح لي لولا. كل عام وأنت بخير، أول شيء تقبل الله أعمالكم أخ همام وأعمالك مولاي العزيز. تفضل تفضل خلاص. مولاي السؤال الأول، أنا بعد كل قنوت بالصلاة أقول اللهم لعن عمر وأبا بكر وثالثهم كلبهم نعسلة، نعم، وعائشة وحفصة وشيخ الخنازير بن تيمية وابن باز وسفر الحولي وسلمان العودة وجميع السنة والوهابية، هل يجوز هذا بالصلاة بالقنوت أم لا؟ نعم، هذا السؤال. السؤال الثاني، نعم، أنا أقول للشيخ مكان ما يطلعون هذا المسلسل، ليش ما يطلعوننا مسلسل عائشة تصطاد من تأخذ جاريتها وتروح تصطاد الرجال؟ نعم. ليش ما يطلعون مسلسل من كانت عائشة بنص الجيش وتروح ويا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتسابق ويا سباق 100 متر، مرة يفوز عليها ومرة هي تغلبه ومرة، هذا نبيهم طبعا مو نبينا. نعم. عندهم نبي يبول واقف. نعم. هذا نبيهم هم، عندهم رب ينزل على حمار أسود، هذا ربهم هم. نعم. فهذا شلون دين مسخرة؟ إيش هذول؟ هذول مهزلة، هذول مهزلة والله مهزلة. نعم. فما أدري هذا المسلسل إحنا نريد نسويه مع عائشة تصطاد الرجال الشباب. نعم. ويا جاريتها وبكتبهم هذا كتاب البخاري. نعم. بس هذا ما أخو مامي يصير فيلم إباحي، هذا مسلسل إباحي مو مسلسل عادي. بعد هم شوف دائما يمشون فضائياتهم، ففضائياتهم يمشوها اباحيه. انت شوف رمضان ايش داي يطلعون افلامهم السعوديه ذول الوهابيه الارهابيه. ان شاء الله الفكره هذه نطرحها على الشيخ. مسلسلاتهم يمشون دعاياتهم يشوهون الدين، ذولا والله العظيم ذولا صهاينه. ان شاء الله اخوي هم لعنة الله عليهم وعلى عمر وابا بكر وثالثهم. مشكور على الفكره، ونطرحها على الشيخ ونشوف ان شاء الله نبحث ان شاء الله. رحم الله والديك وجزاك الله خير الجزاء. مشكور. ناخذ منو عندنا؟ ابو عبد الله من برمنغهام. السلام عليكم. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحيه طيبه، كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير، وتقبل الله اعمالكم اخو ابو عبد الله. جزاكم الله الف خير. تحياتنا للشيخ. الله يحييك ان شاء الله. كل عام وانت بخير وبالصحه والسلامه ان شاء الله. حياك الله اخوي ابو عبد الله. الله محييكم. حقيقه اخي عبد الله انا عندي مطلب من سماحه الشيخ الله يحفظه. تفضل. الله يخليك. المطلب الاول، نعم، احنا نعلم انه بعد الفاجعه وهي سقيفه بني ساعده، نعم، او لا الـ 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 الاول اللي هو ابو بكر جمع الروايات والاحاديث وحرقهن بالمسجد. نعم نعم. فبعد ذلك يعني بعد اعتقد هو 200 سنه او كذا كتب التاريخ، انا اذا سمحت الشيخ يصلح لي المعلومات. نعم. ان شاء الله بعد ذلك كتب التاريخ. نعم. فهذا الجمع وهذه الاحاديث وهذه الروايات المكذوبه، هل جاءت هي حسب أهواء أموية، أم هي كانت نسميها فد يعني طريقة مبرمجة لتحريف التاريخ وتحريف الروايات والأحاديث؟ نعم، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، احنا إذا نلاحظ بالنسبة لنا كشيعة يحاولون أنه يعني أكثر الخطباء المنبرية أو ما أو في التاريخ الكتاب التاريخ أو المحققين يحاولون أنه يحصرون المسألة في معاوية. نعم. ويأشرون ولو إشارات بسيطة خجولة زين إلى الأول والثاني والثالث لعنة الله عليهم. فما الحل مع هؤلاء؟ يعني شلون إحنا نحل هاي المسألة ونخليهم يركزون على السبب الرئيسي اللي هو أدى بانحراف الأمة وأدى بهذه الأكاذيب وهذه الأحاديث المكذوبة وهذه
المسلسلات المنحرفة من الروايات ومن التاريخ وتضليل الرأي وتضليل الناس. نعم. هذا حقيقة هو هاي المطلب يعني اللي عندي. مشكور. جزاكم الله الخير ونسأل الله عز وجل أن يوفقكم ويوفق سماحة الشيخ إن شاء الله. الله يوفقك ويتقبل أعمالكم إن شاء الله في هذا الشهر. منا ومنكم جزاكم الله الخير. شكرا جزيلا. حياك الله. ناخذ اتصال من الأخ حسام من البحرين. السلام عليكم. الأخ حسام اتصل وانقطع الاتصال للمرة الثانية يتصل وإن شاء الله هالمرة ما ينقطع الاتصال. السلام عليكم. سلام. السلام عليكم أخ حسام. عليكم السلام ورحمة الله. أسعد الله أيامكم إن شاء الله. الله يخليك أخ حسام. خليك معي على الهاتف حتى لا يطلع صدى أو تتكرر كرر الحديث أخ حسام. إن شاء الله إن شاء الله. نعم. أولا كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير وصحة سلامة. أسعد الله أيامكم. أسعد الله أيامكم. وتقبل الله أعمالكم إن شاء الله. الله يتقبل صيامكم وقيامكم إن شاء الله. عندي بعض الأسئلة للشيخ إذا ممكن. تفضل. تطرف الشيخ في محاضرات سابقة. نعم. بالضبط في محاضراته ارتد الناس من بعد الحسين إلا ثلاثة. نعم. أخ حسام للحين أنت قاعد تسمعنا من التلفزيون وقاعد نسمع الصدى يتكرر، فلو سمحت قصر على التلفزيون. الآن؟ نعم تفضل. تطرف الشيخ في محاضراته. نعم. أن هناك أناس من بني هاشم. نعم. ممن فرحوا واستهلوا بمقتل الإمام الحسين. نعم. بعد استشهاده. نعم. إذا ممكن من الشيخ أن يوضح لنا هذه الشخصيات. نعم. التي تنسب إلى الإمام الحسين. نعم. وفرحت بمقتله المقدس. نعم. ثاني سؤال. نعم. نود أن نعرف ما هي الصحف التي تنزل على أئمة أهل الهدى صلوات الله عليهم أجمعين من السماء. لو سمحت عيد السؤال لو سمحت حسام. السؤال هو ما هي الصحف نعم. التي تنزل على الأئمة نعم. من السماء. نعم. هذا ولكم جزيل الشكر والاحترام. بارك الله فيك أخ حسام. حياكم على الله. اتصالك. وفقكم الله إن شاء الله. الله يخليك إن شاء الله. ناخذ اتصال من الأخ أبو سليمان من الكويت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الأخ أبو سليمان معك. تفضل أنت على الهواء إن شاء الله. أتكلم لك على القسيس الأمريكي اللي حرق المصحف الكريم. نعم شوي بس شوية طول على صوتك لو سمحت. اي بالنسبة حق القسيس اللي حرق المصحف الكريم في أمريكا. نعم. انا احتجيت مع واحد مسيحي فيقول لي هذا مذكور عندكم فتوى ولازم ترجع تاريخكم. قلت له شنو هو الفتوى؟ هذا عثمان بن عفان هو يكتب بحفظ المصاحف ايام كان جمعها وبناء على القسيس هو اخذ بالفتوى هذه بحرق المصحف انه عادي انه يحرق المصحف. قلت له هذه اصلا ما تحتاج علينا اصلا هو مو مسلم اساسا انه تحتاج علينا احنا شيعه وغير احنا ناخذ من الائمه وبعدين هم احنا نحتاج عليهم انه عندهم مصحف عثمان احتاجوا علينا في مصحف فاطمه احنا نحتاج عليهم انه في مصحف عثمان بن عفان. نعم بس هذا مشكور اخوي ابو سليمان وبارك الله فيك وتقبل الله اعمالكم ان شاء الله. ناخذ اتصال من الاخ عباس عبد الله من قطر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله مساءكم. أسعد الله أيامكم إن شاء الله. أنت والشيخ ياسر الحبيب وجميع المستمعين والمشاهدين. الله يبارك فيك، حياك الله أخوي عباس. أخ عبد الله، أنا شيعي جعفري 12. ونعم فيك. نعم حولك إن شاء الله. صراحة بس الكلام اللي قاعدين نسمع من الشيخ ياسر، نعم صراحة كلام يا أخي ما يسر. أنت كلامكم كله لعن على صحابة رسول الله وعلى زوجة الرسول. يا أخي إحنا في أيام مباركة، إحنا في أيام شهر رمضان الكريم، أنتوا كيف تتجرؤون هذه جرأة على الله وعلى رسول الله؟ نعم. تسبون الصحابة وتسبون زوجة الرسول، يعني هذا الشيخ ياسر الآن يعني يحاول أن يعيد صياغة التاريخ مرة ثانية. يعني هل يقدر الآن يجيب الإمام علي مرة ثانية ويخليه أول الأئمة؟ يا أخي ما يقدر. هذا تسلسل تاريخي. أبو بكر الصديق رضوان الله عليه كان أول خليفة، هذا غصبا عني وعنك. نعم. وأنا شعبري وشيعي أقول لكم هذا الكلام، والله العظيم يا جماعة أنا مش سني ولا بكري ولا عندي ولا أني حتى وهابي، أنا شيعي زين؟ نعم. فمن المعيب أن احنا يا أخي ما تقدر يا ياسر أنت ولا غيرك تجيب الإمام علي تخليه الآن أول خليفة. يا أخي الخليفة الأولي كان أبو بكر الصديق، ومن نعم. بعده جاء الخليفة عمر رضوان الله عليه، ومن ثم عثمان، ومن ثم الإمام علي. نعم. الخليفة الرابع. ليش يعني أنت مغالطة نفسنا احنا يعني؟ نعم. هذه مغالطة. أوكي. بعد الحين عندك صار عندك الحين ثلاث مداخلات. كمل أخذ راحتك. أنا ما أخذ راحتي، بس أنا أقول لكم الكلام اللي نسمع اللعن. نعم. والطعن في صحابة رسول الله وفي زوجة النبي. أصلاً أنا بكلم الشيخ ياسر بقول له حاجة واحدة. نعم. أقول إحنا مجرد أن نتهم أمنا عائشة رضوان الله عليها بأنها أخوانا الزانية، إحنا اتهمنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالزنا وأنه مشرك، طبقا للآية القرآنية التي تقول الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فمعنى هذا أن الرسول لا كان زاني ولا كان مشرك، والعياذ بالله. هل هذا يا الشيخ ياسر الحبيب يوصل إلى هذه النقطة؟ نعم. تكون تصلون لهذه النقطة بالأخير؟ أن الرسول كان زاني وكان مشرك؟ إن شاء الله. خلصت مداخلاتك؟ والله ما يجوز، عيب عيب وحرام. زين؟ أخ عباس، أنت الحين إن شاء الله طرحت نقاط ونجاوبك عليها، إذا عندك بعد شيء هم حاضر تفضل. جزاك الله خير يا أخي عبد الله، لا بس أنا هاي طرحت يا أخي لأن صراحة هذا يعني بس الله يخليك، بس الله يخليك أخ عباس، أطلب من عندك طلب إنه بس تظل مثل إحنا باقين لنا ساعة تقريبا من البرنامج، خليك عشان تسمع الإجابة إن شاء الله، بارك الله فيك. إن شاء الله إن شاء الله. الله يخليك، الله يطول عمرك، حياك الله. شكرا. إخوان آخر اتصال ناخذ من سلام الرافضي من كرب من كاظمية، وخلنا نجاوب على الأسئلة لأن تراكمت علينا الأسئلة. الأخ سلام الرافضي، اليوم ما شاء الله الروافض وايد. الله يكثرهم إن شاء الله. عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم أخ عبد الله، الرحمة والبركة إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم إن شاء الله. الله يخليك من عندنا ومن عندك، رحم الله وجهك. الله يخليك إن شاء الله. أخ عبد الله سلامي إليك والكادر، كادر قناة فلك إن شاء الله. الله يخليك. وسلام خاص إلى الشيخ الحبيب ياسر الحبيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكركم أني وأطلب من الشيخ ياسر الله إن شاء الله ينطي قوة إن شاء الله دنيا وآخرة ويقوي. أنا سلام رافضي من الكاظمية. حياك الله. ونعم ونعم والله بأهل الكاظمية، ونعم فيك. الله يخليكم، مع السلامة. حياكم الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتهت مداخلة الأخ سلام، ويحبي بس يوجه السلام والله عليه وعلى أهل الكاظمية السلام، والسلام على الكاظمين. نبدأ في إجابة الأسئلة. إخواني عليكم جميعا السلام والتحية والإكرام. نبدأ بإجابة بالجواب على الأسئلة. بالبداية سماحة الشيخ، اتصل أخ اسمه حيدر أبو حسن من الكويت، وكان يعني ينتقد، عند انتقاد وإحنا نحترمه ونحترم انتقاده. هو انتقاد أنه يقول الطرف المقابل لا يقبل هذا الكلام وهذا اللهجة، هو انتقاده فقط للأسلوب.
فيقول عندما تتكلم عن البخاري فتقول هذا رأينا وهذا رأيكم بغض النظر عن الأسلوب الذي تستخدمونه في توجيه النقد أو الكلام للطرف المقابل. أنا أتعجب من مثل هذا المنطق، أن يقال للذي يحرف ويتلاعب هذا رأيك، هذه خيانة. إن الذين يحرفون ويتلاعبون ويتصرفون في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله إنما يكتمون ماذا؟ يكتمون البينات والهدى. هؤلاء الذين يكتمون البينات والهدى كيف تعامل معهم القرآن الحكيم؟ كيف وصفهم الله عز وجل؟ لا شك أن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله هي بينات وهدى، هذا لا يختلف عليه اثنان من المسلمين. فما هو حكم ذلك الذي يتلاعب في هذه الأحاديث ويغير فيها ويبدل؟ أيقال أنه صاحب رأي حتى نحترمه؟ يعني أنا أقول عن البخاري أنه رأيك أنه تضع كلمة كذا وكذا مقابل كلمة آثما غادرا خائنا كاذبا، رأيك أنه تحذف قول النبي صلى الله عليه وآله لبريدة إن عليا وليكم من بعدي، هذا ليس رأيا، هذا كتمان للبينات والهدى. والله تعالى في كتابه المجيد يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فلا بد من أن نكون أشداء على هؤلاء الذين يحجبون هذا النور عن الناس، لا أن نتعامل معهم على أنهم أصحاب آراء. أتتعامل أنت مع يزيد على أنه صاحب رأي؟ أو مع معاوية على أنه صاحب رأي؟ عجبا، لا تقبلها على نفسك، تقول إن معاوية مجرم وتلعنه على الملأ ولا تتحرج من ذلك. فلماذا تتحرج فيما لو قلنا ذلك عن أبي بكر وعمر وعائشة وقد ارتكبوا نفس جرائم معاوية ويزيد بل ما هو أعظم منها؟ إن كان يزيد قتل الحسين فإن عائشة قتلت رسول الله صلى الله عليه وآله. أنت لا تحترم أبا هريرة لأنه كذاب، كان يكذب معترفا على النبي صلى الله عليه وآله، حين يقال له بالله أهذا حديث سمعته عن النبي يقول لا هذا من كيس أبي هريرة، فلماذا نسبته أولا إلى النبي؟ لا يحترم أبو هريرة، هذا ليس رأيا. أنت ها هنا أيها الأخ الكريم مع الأسف بدأت تنساق إلى المنطق البكري من حيث لا تشعر. ما هي مشكلتنا مع البكريين؟ أننا نعرض عليهم جرائم صريحة واضحة لهؤلاء الذين يسمونهم صحابة. من بين تلك الجرائم القتل، من بين تلك الجرائم الخيانة، من بين تلك الجرائم الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله، يقولون بعد ذلك مبررين اجتهد فأخطأ. رأيهم اجتهدوا فأخطأوا، هذا منطق البكريين. أما منطق شيعة آل محمد عليهم السلام لا، من يكذب على رسول الله لا احترام له، من يجرم، من يحرف، من يزور، من يقتل، من يؤذي، من يدوس على كرامة الأمة لا احترام له.
هذا هو منطق أبناء التشيع. صحح منطقك أيها الأخ. ثم إني لست مع أن يرجم الإنسان بالغيب. إنك تزعم ها هنا أننا حينما نصف البخاري بما وصفناه فإن المخالف ينفر ولا يستقبل. من قال لك لا ترجمن بالغيب؟ نحن لدينا وقائع وأرقام. نحن لأننا نسمي الأشياء بمسمياتها فإنه يهتدي الكثيرون بحمد الله بسببنا ويتشيع الكثيرون. وأحسبك لا تعلم، كل ما عليك أن تتابع أكثر وتسأل أكثر لتعرف كم رجلا وامرأة تشيعوا بسببنا، لأننا نطرح هذا الحق بكل صراحة ونقولها واضحة. نعم البخاري كذاب مدلس، لا ينبغي لكم يا أهل الخلاف أن تحترموه أو تقبلوا ما يرويه، ليس بثقة. هذه نقولها صراحة والحمد لله يستقبلون. من كان منهم مؤهلا للهداية فإنه يستقبل ويهتدي بحمد الله تعالى. فلا ترجمن بالغيب ولا يأخذنك منطق الآخرين، عد إلى أصالتك إن كنت شيعيا. محمد من ألمانيا تطرق إلى كتاب شيخنا الصدوق من لا يحضره الفقيه، وقال هناك نقطتين في هذا الكتاب: أن من يقول في الأذان والإقامة أشهد أن عليا ولي الله هو من فعل أو من قول القلاة والمفوضة، وكذلك من ينكر السهو للنبي والأئمة فهؤلاء هم المفوضة والقلاة، وعزم أن يكتب كتابا بهذا الشيء ولم يوفق لذلك، فيحب أنك تبين هذه النقطتين في كتاب شيخنا الصدوق. بينا ذلك في دروسنا الحوزوية في علم الكلام بالتفصيل والإسهاب، وذكرنا الدواعي التي استدعت من الصدوق عليه الرحمة مثل هذا الكلام الذي هو لا شك خاطئ جملة وتفصيلا. قلنا إن داعي ذلك كان أن الغلو قد تفشى في محيط القميين، والصدوق من القميين، من المدرسة القمية الشيعية. كانت هنالك آنذاك مدرستان بارزتان في التشيع، المدرسة البغدادية وكان من أعلامها المفيد عليه الرحمة، والمدرسة القمية وكان من أعلامها الصدوق عليه الرحمة. في محيط المدرسة القمية كثر الغلاة والمفوضة الذين يعتقدون بالتفويض استقلالاً للنبي وأهل البيت عليهم السلام وأنهم خلقوا العالم. فبسبب حرص القميين على مجابهة ومواجهة الغلاة أوقعوا أنفسهم في التقصير من حيث لا يشعرون. وهذا المورد الذي نقلتموه عن الصدوق هو من هذا القبيل، أنه قد أوقع نفسه في التقصير. إن الذي يعتقد بسهو النبي مقصر لا ريب ولا شك، وكذا الذي يعتقد بأن الإتيان بالشهادة الثالثة المقدسة في الأذان هو شعار من شعارات الغلاة. ليس الأمر هكذا، ولذا نجد أن أعلام المدرسة البغدادية كالشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه المعاصر للشيخ الصدوق، بل هو تلميذه، رد عليه في كتاب اسمه تصحيح اعتقادات الإمامية. المهم عندنا أن لا نصنم الرجال، نحن لسنا بكريين، لسنا أصحاب منطق بكري نعبد الرجال وما قالوا. الصدوق يخطئ، نعم، والمفيد يخطئ، نعم، وأعاظمنا يخطئون،
ليس عندنا من لا يخطئ في اجتهاده أو في آرائه إلا المعصومون الأربعة عشر صلوات الله عليهم، هذا أمر واضح، وهم لا يجتهدون ولا يرون شيئا وإنما هو وحي يوحى. فالمدار على ماذا؟ لا على قول الرجال، على قول هذا وعلى قول ذاك، إنما المدار والبناء هو على الدليل بما هو هو. لما نبحث في الأدلة نجدها صريحة وقوية في تأكيد الشهادة الثالثة في كل موقف فضلا عن الأذان والإقامة، كما بيناه سابقا أن عندنا إطلاقات في الأدلة الشرعية تأمر بأنه كلما قلتم أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقولوا أشهد أن عليا ولي الله، أو أشهد أن عليا أمير المؤمنين صلوات الله عليه. كيف لنا أن نعرض عن هذه الأدلة التي عليها المدار ونأخذ بقول رجل قد لا تكون هذه الأدلة قد وصلت إليه، وقد تكون قد وصلت إليه لكنه لم يفهمها على الوجه المطلوب، وقد يكون غير ملتفت، وقد يكون مع التفاته بسبب محاربته لفئة ما يوقع نفسه من جهة أخرى في التقصير أو فيما لا ينبغي. هذه ظروف كلها موضوعية علينا أن نراها. الذي يأتي اليوم ويتشبث بكلام الصدوق في محاولة منه لتسويق الانحراف بعد استقرار الأمر بعد هذه القرون من بحث الفقهاء فحولهم والعلماء فطاحلهم والمحققين أكابرهم، تستقر الفتوى على استحباب الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، وهنالك من الفقهاء من أفتى بالوجوب، وجوبها في وجزئيتها في الأذان والإقامة، كسيدنا المرجع أدام الله ظله، أن يأتي رجل بعد كل هذا الاستقرار ويخرقه تشبثا بقول قائل وإن كان الصدوق، فهذا اعلم أنه ذو ريبة، أمره مريب. وإلا هذا لا يعقل، أن نعرض نحن عن كل هذه الأدلة ونقدس قولا لرجل، والذي نجد أن الأدلة لا تنهض به بل تعاكسه تخالفه، وكذا القول بسهو النبي صلى الله عليه وآله. وهنالك كلمة لعلها تكون جارحة بعض الشيء من السيد ابن طاووس على ما أتذكر، أنه هكذا يعبر قائلا الحمد لله الذي قسم ظهر الصدوق قبل أن يؤلف رسالته في سهو النبي. ولعل الله عز وجل هكذا اقتضت حكمته أن يتوفى الشيخ الصدوق رحمه الله قبل أن يؤلف هذا الكتاب الذي لا شك أنه لم يكن في صالح الدين وفي صالح الحق. لا شك أن نسبة السهو إلى النبي حط من مقامه الشريف صلى الله عليه وآله وبأبيه وأمي، وخدش في عصمته المطلقة التي نحن نعقد بها. فلا تذهبن بكم المذاهب ولا تلتفتوا إلى هذه الأقوال النشاز، وارجعوا دائما إلى ما استقر عليه الأمر وما وافقه الدليل. وحينما أقول ما يستقر عليه الأمر وأعني بذلك الشهرة، إن للشهرة موضوعيتها في الأحاديث الشريفة، إذ يقول عليه السلام خذ ما اشتهر بين أصحابك، الشهرة لها محل، فلا ينبغي أن نتشبث بالأقوال الشاذة. أحسنت شيخنا. في الأخ محمد محمود من لبنان،
سأل ثلاث أسئلة، وتقريبا ثلاث أسئلة مجاوبينهم أكثر مرة فيهم من خلال المحاضرات، من خلال المحاضرات إن شاء الله هني سماحة الشيخ، من خلال المحاضرات ومن خلال الأسئلة في هذا البرنامج. هناكم الله في الدنيا والآخرة، شكرا. صح إن شاء الله. السؤال الأول، عندما وافة النبي صلى الله عليه وآله المنية، لماذا كان أبو بكر وعمر وعائشة معه ولم يكن أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ والسؤال الثاني، أين كان أمير المؤمنين عندما هجموا على بيت الزهراء والقصة المعروفة؟ وهذا السؤال أجبناه أعتقد أكثر من 10 مرات. والسؤال الثالث، عندما استشهد النبي صلى الله عليه وآله، لماذا صلى عليه أبو بكر ولم يصلي عليه أمير المؤمنين؟ ممكن باختصار تجاوب على الثلاث أسئلة سماحة الشيخ. أما السؤال الأخير فهذا أمر غير صحيح مطلقا، لم يكن الذي صلى على النبي صلى الله عليه وآله أبو بكر، وإنما الذي صلى عليه هو أمير المؤمنين صلوات الله عليه. وهذا الذي ذكره الأخ لم يذكر أصلا. أما بالنسبة إلى السؤال الأول، ما هو السؤال الأول؟ وافة النبي صلى الله عليه وآله المنية، لماذا كان أبو بكر وعمر وعائشة عنده ولم يكن أمير المؤمنين عند رأسه؟ نعم أيضا هذا ليس بدقيق. لم يكن في حال شهادة النبي واحتضاره صلى الله عليه وآله، لم يكن في تلك الأثناء أبو بكر وعمر وعائشة، إنما الذي أظن أن الأخ يشير إليه هو حادث رزية الخميس، والنبي صلى الله عليه وآله استشهد في يوم الاثنين لا في يوم الخميس الذي وقعت فيه الرزية. وفي يوم الخميس الذي جرى هو أن النبي صلى الله عليه وآله استدعى أصحابه فدخلوا إلى حجرته الشريفة وأراد أن يكتب لهم كتابا لا يضل بعده أبدا، يعين فيه بشكل صريح ويختم على ذلك أمير المؤمنين عليه السلام خليفة من بعده كنوع من التوثيق. فجرى ما جرى وأوقع اللغط والاختلاف في محضره الشريف وتصدوا للنبي صلى الله عليه وآله فطرده. هذا الذي جرى في رزية يوم الخميس، وجود أبي بكر وعمر وعائشة ومن أشبه في تلك الرزية إنما كان لأجل تثبيت الحجة على القوم. أما في حال احتضاره صلوات الله عليه وآله فالذي كان إلى جواره هو أمير المؤمنين عليه السلام، كان النبي صلى الله عليه وآله في حجر علي صلوات الله عليه، ومن ثم فاضت نفس النبي صلى الله عليه وآله فأخذها علي عليه السلام ومسح بها وجهه كما أنبأتنا الروايات والأحاديث الشريف. أما بالنسبة إلى السؤال الثاني فقد أشبعناه جوابا وقلنا ما حاصله، أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان في داخل الدار في باطن الدار، وكان مشغولا بالعبادة وبجمع القرآن على ما أمره رسول الله صلى الله عليه وآله. جاء عمر وعصابته بغتة واقتحموا الدار. في تلك البرهة سمع علي عليه السلام فورا نداء واستغاثة الزهراء البتول صلوات الله عليها وروحي فداها، فهب كالليث وجاء ودافع عن زوجه أي زوجته، وصرع عمر أخذه من تلابيبه وصرعه ووجى أنفه
وهم بقتله لولا أنه تذكر عهد رسول الله صلى الله عليه وآله بالصبر، فقال له: أما والله يا ابن الصهاك، لولا عهد من الله سبق، ووصية مضمون الحديث، ووصية أوصاني بها رسول الله صلى الله عليه وآله لعلمت أنك لا تدخل بيتي. وفي الحديث أيضا يقول له: لقلعت الذي فيه عيناك. فعلي عليه السلام قام بما ينبغي وبما هو الواجب، وحام عن الزهراء صلوات الله عليه، لكن القوم كاثروه، وقد كان مأمورا بالصبر لمصلحة أهم وأولى. ولهذا نظير أو نظائر في سيرة الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم بكثرة. أحسنت سماحة الشيخ. ننتقل إلى سؤال الأخ همام الرافضي، عنده سؤالين. السؤال واقتراح. السؤال الأول اللي يقول: بعد يعني بالقنوت، أنتوا سماحتكم بغنوتكم، اللهم بآخر القنوت اللهم لعن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وقتلة الحسين عليه السلام، ولكن الأخ همام يزيد على هؤلاء يعني كذا واحد منحرف، ابن تيمية واعتقد ابن باز وكذا واحد من الملعونين، فهل يجوز هذا في القنوت أم لا؟ كل ظالم ومنحرف وكاتم للبينات فهو ملعون، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، هؤلاء يجوز لعنهم في الصلاة وفي غير الصلاة. على أن يتحرز المؤمن من أن يصيب بلعنته من لا يستحق اللعن كمؤمن أو من هو إن شاء الله قابل للهداية. ولذا أنا لست مع التعميم حين يقول مثلا اللهم لعن السنة، هذا كلام غير صحيح من جهتين، أو لا ينبغي من جهتين. الجهة الأولى أنه نحن السنة في الواقع، نحن الذين نطبق سنة النبي صلى الله عليه وآله، إنما أولئك وإن زعموا أنهم أهل السنة إلا أنهم ليسوا كذلك، هم أهل بدعة في الواقع. فحين يقول الرجل اللهم لعن السنة أو أهل السنة، فكأنه يلعن نفسه ويلعن قومه، هذا من جهة. من جهة ثانية، إن افترضنا أن رجلا يلعن المخالفين على الإطلاق، فهذا ما لا ينبغي من باب الكراهة، لأن أمير المؤمنين عليه السلام لما سمع أصحابه يلعنون أهل الشام أو يسبون أهل الشام قال: كرهت لكم أن تكونوا سبابين. والكرهت هنا يعني مكروه، العمل مكروه، إلا أن يقصد من لعنه لعموم المخالفين ذلك أولئك المخالفين بالأصالة بالعناد. كيف نعبر؟ يعني أولئك الكبراء، كبراء وأهل الخلاف. نحن نجد مثلا في الأحاديث الشريفة مثلا عن الإمام الرضا مثلا صلوات الله عليه: من أكرم لنا مخالفا فليس منا. لا نحمل هذا الحديث مع التأمل والتدبر الفقهي على مطلق المخالف، هذا الإنسان المخالف المستضعف المخدوع المسكين الذي ينبغي أن نشفق عليه ونحتضنه حتى نستنقذه من هذه الضلالة، هذا ليس ملعونا وليس في إكرامه حرج، سيما إذا كان يحببه إلى الدين الحق والمذهب الحق. فإذن لابد من أن نعدل أو نرفع اليد عن مثل هذا التعميم، ونقول بأن المراد من قوله عليه السلام: من أكرم لنا مخالفا فليس منا، يعني ذلك المخالف المعاند الجاحد، المخالف هكذا بالأصالة يعني لا بالعرض، إنجاز التعبير، الكبراء منهم، مشايخهم الذين لا ترتجى هدايتهم، هؤلاء نعم في إكرامهم كأمثال القرضاوي مثلا في إكرامهم إشكال لا شك ولا ريب، لأنه يسهم في تقوية شأنهم وتعضيد أمرهم
فيكبر أو يكبر أو يعلو مقامهم أكثر فأكثر، فيستغلون ذلك في إضلال الأمة. لذلك من أكثر ما ننتقده على النظام الحاكم في إيران أنه كان على سنوات مثلا يكرم القرضاوي ويستضيفونه ويصلون وراءه إلى أن ارتفع نجمه، ثم بعد ذلك انقلب عليهم وعلى التشيع كله، وبدأ يهاجم عقائد الشيعة ويهاجم الشيعة في كل مناسبة وفي كل موقف. فلذا الأفضل للإنسان المؤمن أنه يتحرز عن مثل ذلك ويقتصر على لعن الظالمين، والأفضل دائما هو الالتزام بما جاء عن أئمتنا عليهم السلام في قنوتهم. والذي وجدته أنا في الروايات الشريفة أنهم كانوا يلعنون هؤلاء أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة في القنوت، وكذا في بعض الروايات كانوا يضيفون إليهم معاوية وعمر بن العاص وأبا موسى الأشعري وأبا الأعور السلمي وأمثال هؤلاء ممن ذكرتهم الروايات الشريفة. فذلك خير وأفضل. ولعن الظالمين في زماننا كطغاة العرب والعجم هذا أيضا خير، وكذا لعن المضلين، هؤلاء أيضا يلعنون إن شاء الله تعالى، فيزيد الله عز وجل عذابهم ويضاعفه عليهم. أحسنت شيخنا. الأخ أبو عبد الله من برمنغهام اتصل وسأل، يقول أن أنا أنقل سؤال الأخ أبو عبد الله، يقول بعد السقيفة الأول اللي هو أبو بكر لعنه الله حرق الروايات والأحاديث، وبعد فترة من الزمان ما يقارب 200 عام جمع كتب التاريخ مرة أخرى. فسؤاله هل هو الجمع اللي جاء على حسب هوى بني أمية، أم هو طريقة لتحريف التاريخ ولتحريف الدين وحسب يعني حسب رغبة هؤلاء القوم؟ جمع القرآن؟ لا، التاريخ، الروايات. ممكن تعد السؤال، ما كان واضح عندي. نعم إن شاء الله. بعد السقيفة قام أبو بكر بحرق الروايات، وذلك بعد السقيفة، بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله. ولكن بعد فترة من الزمان ما يقارب 200 عام جمع التاريخ مرة أخرى وكتب في زمن بني أمية، فهل هذا هو الجمع على حسب أهواء بني أمية، أم هو طريقة لتحريف التاريخ؟ نعم، إن شاء الله سمعت السؤال. الحقيقة أنه كما بينا مسار التحريف، نعم مسار التحريف بدأ منذ عهد الطاغية أبي بكر، والتحريف حين ذاك كان جله شفهيا، يعني إنكار وصية النبي صلى الله عليه وآله مثلا، والتلاعب في أحاديثه، بل والمنع من أحاديثه وحرقها كذلك. فلم يتبقى من المدونات من صحف الأحاديث إلا القليل جدا هنا وهناك، وكان من عنده شيء من تلك الصحف يخبئه حتى لا تناله أيدي السلطة الغاشمة. ثم بدأت حركة التدوين عند الطائفة البكرية متأخرة. هم ينقلون هذه القصة المعروفة أن الطاغية عمر بن عبد العزيز الأموي هو الذي شجع على أن تكتب أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، فتصدى له الفقهاء في بدو الأمر وقالوا إن النبي نهى عن ذلك،
فقال إن النبي نهى عن ذلك لأنه كان يخشى اختلاط الحديث بالقرآن، والآن ارتفع هذا المحذور فلا بأس. ومن هنا انطلقت حركة التدوين، انطلقت برعاية من هذا الخبيث عمر بن عبد العزيز الذي يزعمون أنه كان عادلا ولم يكن بعادل، وقد فضحناه ذات مرة وكشفنا تاريخه الأسود المسكوت عن، كان مجرما كان قاتلا، هو أساسا الذي شن الحملة الثانية على دار الزهراء البتول صلوات الله عليها وهدمها. عمر الأول أحرق الدار، عمر الثاني وهو حفيده أيضا من جهة الأم هدم دار الزهراء عليه السلام كما رواه المؤرخون. ومع الأسف أن هذا الرجل مسكوت عنه حتى يعني على منابرنا، مع الأسف، بل بعض حمقى من يصعد على المنابر يترحم عليه على أي حال. فبرعاية هذا الرجل، بالرعاية الأموية، بدأت عملية التدوين إلى أن انتهت الأصول هذه، الصحائف هذه انتهت إلى البخاري وشيوخه. والبخاري متأخر، هو في القرن الثالث جاء فدون كتابه هذا صحيح البخاري، دونه في عهد بني العباس، ولكن من تراث صنعه بنو أمية واستقبله بنو العباس تاليا رغما عن أنوفهم. هم كانوا يعلمون أن هذا تراث بني أمية، لكنهم رأوا أن الأمر يدور بين محذورين، أن نقبل بهذا التراث بهذه الأحاديث، وإلا أن نقبل بالتراث الذي جاء عن طريق أئمة أهل البيت عليهم السلام. وجدوا أن الأول يمكن قبوله والتضحية بذلك لأن حكم بني أمية قد انقضى، لكن كانوا يخشون العلويين ويخشون التراث الذي جاء من قبلهم، إذ كانوا يرون العلويين المنافس والخصم السياسي لهم الذي يمكن أن يقلب نظامهم ويستولي على الحكم. ومن هنا بقت أمتهم هم على هذا التراث، على الأرضية التي شكلها بنو أمية. أما عندنا نحن الشيعة فالأمر مختلف. أساسا حركة التدوين عندنا بدأت منذ زمان طويل، سبقناهم في ذلك، بدأها سليم بن قيس الهلالي رضوان الله تعالى عليه، وهو من أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله عليه على سبيل المثال، سبقناهم بنحو قرنين في الكتابة وتقييد العلم بالكتابة. ثم كان أئمتنا عليهم السلام يأمرون أصحابهم الأبرار بأن يكتبوا هذا التراث والأحاديث الصحيحة، إلى أن تكون لدينا في عهد الإمام الصادق عليه السلام 400 كتاب تسمى الأصول 400. هذه الأصول هي عبارة عن 400 كتاب، كل منها كان لأحد من أصحاب الأئمة عليهم السلام ويحوي بين دفتيه الأحاديث. لكن وأسفا بسبب حملات الجور والقمع والاضطهاد لم يصلنا من هذه 400 أصل إلا 16، تسمى الآن الأصول 16، والباقي مقتطفات من تلك الأصول بثت في الجوامع الحديثية كالكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار وإلى آخرها من الكتب. فعلينا أن نستوعب هذا المسار التاريخي جيدا. وما زالت عملية التحريف مستمرة كما بينا عند أهل الخلاف، والغاية منها أمر واضح، المحافظة على هذا الدين الحكومي الذي صنعته السقيفة وبنو أمية وبنو العباس، كل منهم جاء وعدل شيئا فيه إلى أن استقر الوضع على الوضع الحالي. بل إن الحكومات المتأخرة هذه أيضا عدلت في هذا الدين شيئا ما، ولكم فقط أن ترى آخر نموذج، آخر مثال، حكومة حسني مبارك الذي كنتم ترونه اليوم في القفص بعدما تنبأنا بذلك قبل سنتين تقريبا.
هذا الرجل كانت له هيمنة على الأزهر، على شيوخ الأزهر، فكانوا يفتون طبقا لما يرتئيه، فعدلوا وغيروا في الدين كما يشاءون. وخرج الطنطاوي وقال يسقط عن المرأة المسلمة في فرنسا وجوب الحجاب مثلا، فتوى شرعية، لأن حسني مبارك اتفق مع ساركوزي هذا الآن اللي رئيس فرنسا حينما كان وزير خارجية على أنه يمرر الأمر عن طريق الإمام الأكبر شيخ الأزهر على زعمه. فطبيعة الدين البكري كما بينا سابقا دين طيع مرن، يعني يتشكل على حسب أهواء الحاكم الحكومات، يمكن أن يتشكل ويغير فيه ويبدل ويعدل وإلى آخره. أما التشيع أي الإسلام الحق حجر صلب لا يستطيع أحد أن يتلاعب به، ولذلك تقع دائما صدامات بين فقهاء التشيع وبين الحكومات، حتى تلك الحكومات التي تدعي التشيع كحكومة إيران الآن مثلا، لأن حتى حكومة إيران تريد أن تعدل شيئا ما في التشيع وتبدل وتغير وتبتدع وتحذف ما تشاء وتضيف ما تشاء، ولذلك يتصدى لها الفقهاء العدول الأتقياء المؤتمنين على هذا الدين، فتقع الصدامات ويوضع الفقهاء تحت الإقامة الجبرية، وأنتم تعلمون هذه الأمور والصراعات الموجودة هناك. هذا هو مجمل الكلام في هذا الأمر. نعم، أحسن شيخنا. في السؤال الثاني من الأخ أبو عبد الله من بيرمنغهام، يقول عندما يذكرون المسائل اللي هي الانحراف في الدين يحصرون المسألة في معاوية ويشيرون إشارات خجولة إلى الأول والثاني، كيف نجعلهم يركزون على السبب الرئيسي لانحراف الأمة ويتوجهون إلى الرئيس السبب الرئيسي وهما أبو بكر وعمر؟ بس سماحة الشيخ إحنا باقي تقريبا ربع ساعة من البرنامج، لو تختصرون في الإجابة، لأن في أخ آخر متصل هو عباس عبد الله من قطر كان عنده طرح يستحق أنه يأخذ وقت، لأن باختصار لو سمحت تجاوبون على هذه الأسئلة. نعم، يعني باختصار أجيب على هذا السؤال الذي يعني يسأل فيه الأخ، أنه كيف نجعل الخطباء يتشجعون لكي يوجهوا النقد الصريح ويسموا الأشياء بمسمياتها، ويبينوا للناس أن طريق الانحراف لم يبدأه معاوية ولا بنو أمية، وإنما الذي أسسهم أبو بكر وعمر وعائشة. يعني هذا كلام يطول أنه كيف نشجعهم، لكن إذا رمتم الاختصار فلعلنا نجعلهم يتشجعون ويتقوون بذلك بأن نوصيهم بأكل السفرجل، لأنه ورد في الأحاديث الشريفة، وارجع إلى مكارم الأخلاق على ما ببالي، أنه أكل السفرجل يعني يزرع الشجاعة في الإنسان ويقوي قلب الإنسان، فعليهم بأن يكثروا من أكل السفرجل حتى إن شاء الله الله عز وجل يهديهم ويعرفوا بأن الزمان قد تغير وأننا لا نعيش تحت حكم بني أمية الآن، فعليهم بأن ينطلقوا ويسقطوا أبا بكر وعمر وعائشة ويبينوا للأمة أن هؤلاء هم المجرمون الأوائل. هذه كلمة مختصرة، والبحث في ذلك أيضا يطول، فننتقل للسؤال التالي. الأخ حسام من البحرين كان عنده مداخلتين، الأولى بحسب ما ذكرته في محاضرة، ارتد الناس بعد استشهاد الإمام الحسين إلا ثلاث، وأشرتم إلى أن هناك ناس من بني هاشم فرحوا بمقتل الإمام الحسين، فيحب أنكم توضحون من هم الذين كانوا يفرحون بمقتل الإمام الحسين وهم من بني هاشم. يعني لم أشأ أن أبين ذلك، ولكن إذ سئلت لابد من الجواب. أحد هؤلاء كان أخ الإمام الحسين عليه السلام، عمر ابن علي، ارجعوا إلى تاريخه تجدون. نعم شيخنا. بعدين عنده سؤال ثاني، كان ما هي الصحف التي
تتنزل على الأئمة من السماء. يعني إذا كان يقصد عين الصحيفة التي تنزل فهذا مما لم ألحظه، أن صحفا تنزل كالألواح، إلا ذاك الذي يعني يقال بالنسبة إلى الزهراء صلوات الله عليها. وأما إن كان يقصد الأحاديث القدسية التي نزلت وكانت مختصة بها الزهراء صلوات الله عليها وجمعت في مصحفها الذي يسمى مصحف فاطمة عليه السلام، أو الأحاديث القدسية التي نزلت واختص بها أمير المؤمنين عليه السلام وجمعت في مصحفه الذي يسمى مصحف علي أو الجامعة أو ما أشبه، فهنالك أكثر من صحيفة بل صحف في هذا الشأن. هنالك مصحف فاطمة والجامعة والجافر ومصحف علي، وهنالك أيضا مصحف لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذه كانت عبارة عن علوم وأحاديث قدسية وتعاليم إلهية، وكانت عبارة عن أوامر مباشرة تحدد لكل إمام دوره ووظيفته في الحياة في فترة إمامته، وهي كثيرة واختص بها الأئمة عليهم الصلاة والسلام، وكانوا أحيانا يخرجون شيئا منها مما أبيح لهم إخراجه إلى أصحابهم فيحدثون عنه. سماحة الشيخ، باقي تقريبا للبرنامج 10 دقائق، حبيت تخصص هذه 10 دقائق للرد على آخر اتصال كان أو قبل الأخير، لأن الأخير كان من الأخ سلام ويسلم علينا، قبل الأخير كان من الأخ عباس عبد الله من قطر. وأنا استغربت أن بداية كلامه أكد على أنه شيعي 12 ونهى كلامه في نفس هذه النقطة أنه شيعي، ولكن النقاط التي طرقها لا يقول بها شيعي، فأنا الصراحة مستغرب وأحب أنك ترد على هذا. أقرأ لك كل النقاط وأنت ترد عليها على حسب يعني تسلسلها. بالبداية قال الكلام الذي تطرحونه ما يسر، لأن كل لعن، وهذه أيام مباركة، أيام رمضان المبارك يجب أن تذكرون الله فيها مثلا. وبعدين ذكر كيف تتجرؤون هذه الجرة على الله وعلى رسوله أنكم تذكرون هذا المنهج. وبعدين تطرق إلى الشيخ يحاول أن يمسح التاريخ أو يرجع التاريخ ويأتي بالإمام علي ويجعله الأول، ولكن قصبا يعني على حد تعبيره قصبا على عني وعنك أن أبو بكر خليفة الأول وعمر رضي أبو بكر على حسب تعبيره رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان هم الخلفاء الثلاثة والإمام علي هو الرابع. هذه هم ثالث مداخلة، والمداخلة الأخيرة كانت اللعن والطعن بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأنها زانية، إنما هو طعن بالنبي صلى الله عليه وآله بأنه زان أو مشرك، لأن والعياذ بالله، لأن الآية تقول الزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك وهكذا. فهذا الكلام ختمه وأنهاه بأنه شيعي، ولك الجواب سماحة الشيخ. أنا لم أسمع شيعيا يتحدث بمثل هذه اللغة، ليس هنالك شيعي يترضى أو يترحم على أبي بكر ويسميه الصديق، وليس هنالك شيعي يترحم أو يترضى على عمر أو عثمان أو عائشة، فضلا عن أن يكون هنالك شيعي ينكر أن عليا هو الخليفة الأول بلا فصل بعد النبي صلى الله عليه وآله. فهذا الرجل إما أن يكون بكريا
وإما أن يكون والعياذ بالله بتريا، وإما أن يكون يعني إن أحسن الظن يعني يكون رجل دايخ إنجاز التعبير، يعني ما عارف إلى الآن ما هو التشيع وما هي البكرية وما هي البترية. على أي حال، قوله أولا أنه ليس لدينا إلا لعن، هذا من الإجحاف وعدم الإنصاف. في نفس هذه الأيام على ما أعلم تبث محاضراتنا التي هي بعنوان البحوث القرآنية، فهل هي من قبيل اللعن؟ استفد يا أخي من هذه البحوث. تكلمنا فيه عن القرآن الحكيم وأنه المعجزة الخالدة، ورددنا على شبهات اليهود والنصارى أو بعض اليهود والنصارى الموجهة للقرآن الحكيم، وأثبتنا وجه إعجازه ما هو، وذكرنا كثيرا من البحوث التي تتعلق بشأن القرآن فقط. فكيف يقول كل ما لديكم ما هو إلا لعن وسب؟ هذا من الإجحاف حقيقة. نعم، إنا لا نتحرج من أن نلعن لعنه الله، لأن النبي صلى الله عليه وآله يقول من تأثم أن يلعن من لعنه الله فعليه لعنة الله. فنحن لا نتأثم من أن نلعن هؤلاء الذين خانوا رسول الله صلى الله عليه وآله من بعده، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، هكذا أمرنا القرآن الحكيم. نحن إنما نريد فقط أن نكشف الصورة الحقيقية لهؤلاء. إذا كانت طائفة من المسلمين مخدوعة بهم، نحن ما ذنبنا حتى نسكت عنهم؟ كلا، نحن لا نسكت، نريد أن نبين للناس أن هؤلاء الذين خدعتم بهم كانوا منحرفين منافقين. هذه وظيفتنا، لأن إبقاء هؤلاء محترمين ومبجلين ومسكوتا عنهم يؤدي إلى التغرير بالأمة بقبول ما جاء عنهم مما هو تراث مزيف عن النبي صلى الله عليه وآله. يا هذا الذي تسمعني، ويا من اعترضت، يا من سميت نفسك عباس، يا أخ عباس، أليس من المهم أن نكتشف الكاذب؟ قد كشفت لك أن البخاري كاذب، ردها إن استطعت. وقد كشفت لكم من ذي قبل أن عائشة كاذبة بصريح كلامها واعترافها في صحاحكم، هي تقول كذبت على رسول الله، قلت له شربت عسلا وأنا أعلم أنه عفوا قلت له أنه أكلت مغافير وأنا أعلم أنه شرب العسل. ابحث عن حديث العسل والمغافير، موجود في الصحاح في البخاري في مسلم في غيرهما، ردها إن استطعت. أما إن لم تستطع ردها فلا يحقن لك أن تهاجمنا وتقول أنتم تسقطون عائشة، فلتسقط عائشة ولتذهب إلى جهنم وبئس المصير، لأنها كاذبة وأنا مأمور بأن أتحرى وأن أتبين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وأنا ثبت عندي أن عائشة فاسقة، فلذلك لا أقبل أحاديثها. إن وجدت جاري مخدوعا بها ويقبل أحاديثها، واجبي أن أنهاه عن المنكر وأقول يا أخي يا جاري لا تقبل حديث عائشة فإنها كانت فاسقة كاذبة. هذه وظيفة عظيمة، هذه وظيفة مبدئية، هذه وظيفة مثلى نستنقذ بها الناس من الضلالة، فما لكم كيف تحكمون؟ هذا من جهة. وأما من الجهة الأخرى، شنو كان آخر اعتراضاته إذا ذكرني؟ بالنص سمعت شيخ، مو الأخير، بالنص، أنه هو الشيخ يحاول صراع التاريخ ويرجع أمير المؤمنين ويجعله الأول، وغصبا عني وعنك أن أبو بكر وعمر الأول والثاني والثالث، وفي باقي ثلاث دقائق سمعت شيخ. أخ 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 أخ، شنو هالكلام؟ غصبا عني وعنك. يعني
لا تستخدم هذه اللغة، وإلا أقول لك يعني سامحني على هذه الكلمة، لكن لأنك استخدمت كلمة شديدة فأنا لا أقبل. لا لا، مو غصبا علي أبو بكر وعمر وعثمان الخليفة الأول والثاني والثالث، خسئت. أبو بكر وعمر وعثمان خلفاء أول وثاني والثالث، هؤلاء الطغاة الأول والثاني والثالث. الخليفة الأول علي رغما عن أنفك وأنوف الجميع ممن لا يقبلون، هذا هو الخليفة الشرعي. أنا شو اللي علاقة أنه هذا يطلع أنه مسمي نفسه أمير المؤمنين ومسمي نفسه خليفة رسول الله؟ هذا صار مثل رئيس الحكومة المؤقتة بالكويت، الكويتيين لما غزاهم صدام عين لهم رئيس حكومة مؤقتة، قال هذا حاكم الكويت، ما اعترفوا به، قالوا لا جابر هو حاكم الكويت. فهل لك أن تقول لا؟ لن تستطيعوا تغيير التاريخ، لن تستطيعوا. من يوم الغزو هذا الذي وقع كان حاكم الكويت، شنو اسمه هذا رئيس الحكومة المؤقتة؟ علاء مجيد. شنو اسمه؟ علاء مجيد، تذكر اسمه لو لا؟ علاء مجيد أعتقد، علاء حسين. علاء حسين صحيح. إيه، علاء حسين، لا علاء حسين، علاء حسين رئيس الحكومة المؤقتة، مسكين جابوه صدام عينه رئيس حكومة الكويت المؤقتة. هذا مو كلام، نحن لا ننظر إلى من لا يكتسب شرعية. هذا الرجل ما كان يكتسب شرعية، كويتيين كانوا يقولون نريد الشرعية اللي تتمثل حسب منظورهم يعني في جابر، يقول هذا الأمير هذا الحاكم. نحن كذلك نقول الأمير علي هذا اللي بيده الشرعية، يأتي واحد انقلابي خائن مثل أبي بكر ابن أبي قحافة يصير هو الحاكم، ما نعترف به. أنت لا تستطيع أن تغير التاريخ، أنت لا تستطيع أن تغير أحاديث النبي صلى الله عليه وآله التي تنص بصراحة في البخاري وفي غير البخاري على أن عليا عليه السلام هو الإمام هو الخليفة. فلا تقلب الأمور. وعجبا، هذا منطق شيعي عجيب. وثم آخر كلامك أنه كيف تقولون عن عائشة زانية وهذا معناها أن النبي صلى الله عليه وآله زان والعياذ بالله. عليك أن تكون يعني ما أدري إذا أنت يعني تحتاج إلى أنه تكون أكثر وعيا. نحن لا نقول أن النبي تزوجها وهي زانية حتى يتم لك إشكالك أو يصح إشكالك، نحن نقول زنت من بعده. تفهم يعني شنو من بعده؟ فإذا لما تزوجها النبي ما تزوج زانية حتى تقول لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وإنما تزوجها قبل أن تقدم على تلك الفعلة، لأنه لم نقطع بأنها فعلت ذلك في حياته صلى الله عليه وآله. بعد 25 سنة مثلا فعلت ذلك، فأي شيء يرد على النبي صلى الله عليه وآله؟ على أنه حتى لو كان عندك لوط عليه السلام وعندك نوح، على بعض أقوالكم بعض علمائكم يقولون في التفاسير ارجع إلى أن نوحا امرأته زنت وجاءت بهذا الولد العاصي الذي اسمه كنعان على فراشه وهو لا يعلم، والله لم يمنعه من استمرارية الزواج معها إلى أن أهلكها الله عز وجل وجعلها من الغابرين. عليك أن تتدبر ويعني تبحث في هذه المسائل أكثر. أحسنت سماحة الشيخ، بارك الله فيكم على هذه الإجابات الدقيقة، وإن شاء الله إحنا من هذا المنبر نوجه رسالة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة للبكريين. يا بكريون جزاكم الله خير وهداكم الله إلى كل خير وإلى كل هداية، تسمعون بأذانكم أن البخاري كاذب ولا تستطيعون أن تردون سماحة الشيخ بطرحه. العموم سماحة الشيخ نشكرك على تواجدك معنا، وتقبل الله أعمالكم وصيامكم، وهذا ما لدينا اليوم، وبقي لي إلا نستودع الله الذي لا جزاكم الله خير. نستودعكم الله الذي وبياكم. الله يحييك شيخنا، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.